أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، إن مسألة إصلاح الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الذي تدعو إليه إفريقيا بجدية في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة يستحق الاهتمام اللازم. لا يمكن تخفيف هذا الادعاء الشرعي في مفاوضات لا نهاية لها استمرت لسنوات دون إحراز أي تقدم. إن إفريقيا لا تطلب أكثر من تعويض الأضرار التي لحقت بالقارة لأكثر من مليار شخص محروما ظلما من مكانه الشرعي في منظومة الأمم المتحدة. وأؤكد من جديد التزام تشاد بالموقف الإفريقي الموحد من إصلاح مجلس الأمن على النحو المعبر عنها في الإجماع، وأدعو الشعوب للعدالة والتضامن من جميع الدول لتسريع هذا الإصلاح المنشود والمتوقع. إن الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات عميقة، هذا ما أجمع عليه معظم قادة دول العالم الأعضاء في المنظمة الأممية في دورتها 74. والمشكلة العالقة في هذه المطالب هو كيفية التوفيق بين متطلبات الإصلاح ومصالح الدول العظمى التي تتمتع بامتيازات واسعة في النظام الحالي السائد في الأمم المتحدة منذ انهيار المعسكر الاشتراكي وانتهاء مرحلة الحرب الباردة. وقد ارتفعت الأصوات المنادية بإصلاح منظمة الأمم المتحدة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه التوترات والأزمات التي تواجه العالم، وفي مقدمتها الفقر والأوبئة وعدم الأمن العام للأمم المتحدة الأسبق. كوفي عنان، لجنة مؤلفة من 16 شخصية لوضع مقترحات للإصلاح، وقد خرجت اللجنة بتقرير تضمن 101 مقترحا من بينها توسيع مجلس الأمن بحيث يضم 24 دولة بدلا من الدول 15. وقد طالبت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مجلس الأمن والحصول على مقعد دائم للبلدان النامية، وإنه من الضروري تمثيل القارة الإفريقية بمقعد دائم في مجلس الأمن لما تشكله القارة الإفريقية من إمكانيات في الموارد البشرية والاقتصادية ودور القارة الإفريقية في تعزيز السلام والاستقرار. وهذا ما طالب به رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74، مشيرا بأهمية تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بإعطاء مكانة فاعلة لتمثيل القارة الإفريقية في تسيير الأمم المتحدة. وقد أبان رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة بأنه قد حان الأوان على الدول الكبرى والعالم أجمع بمنح القارة الإفريقية مكانتها المرموقة في سياسات الأمم المتحدة.